جيت انا طال عمرك، ترى كل واحد السالفه بدايتها رحت انا طال عمركم مكه، رحت ازور عماني وكذا، واحنا كنا وقتها في نعريه، رحت ازور عماني وكذا ادرك معك وازور عماني الا داري ان واحد من عماني كبير نعم. هو اكبر عماني عمره تعدى 60 وتعبان حيل 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 تعبان عمك ذا عمي ذا تعبان حيل حيل واجي ازوره هذا اكبر عمانك؟ كان اكبر عماني وقتها وازوره طال عمرك كم زرته وانا اطلع من عنده ابكي اصيح ليه؟ لاني داري ان هذه اخ يعني الاعمار بيد الله لكن يعني الرجال حاله متردد مودع مودع حيل 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 اول مره اشوف عمي بهالمنظر وعمي كان قوي ولهيب في قبيلتنا حيل نعم الله يرحمه ان شاء الله جد ازور وسلم عليه وودعه وعود له حي هو الميت لا قلت توفى الله يخليه الله يرحمه وارجع للحساء كنت ادرس جامعه يوم رجعت الحساء واخذ لي شهرين يا رجل ويتوفى عمي ذا عمي هذا كان من اقرب عمي هذا كان اخوي ابوي وقريب منه حيل اكيد اخوه وغير كذا يعني زي ما تقول يعني اقرب اخوانه واللي مره يحبه وحيل وكذا الشاهد انه توفى عمي ذا وابوي كان مسافر اعوذ بالله ابوي كان مسافر وكان جانا ترى توفى عمي في اختبارات النهائيه جاني اتصال المغرب قمت من النوم انا كنت راقد قمت من النوم على الاتصال ذا رديت السلام عليكم سلام مشاري البقيه بحياه الله يغفر له يرحمه عمك يطلبك الحل يطلبك البيحه وانا انزل طال عمرك على طول تحت شقتي في كان في عندي مكاتب تاجير ما تاجير مكاتب حجز سفر سياحه سيارات ولا لا لا حجز تذاكر وانزل على طول وحجز واغيب عن ثلاث اختبارات في اختبارات النهائيه لكني ابي الحق اصلي على عمي وفعلا لحقت الله لك الحمد وحضرت العزاء كامل وكل شيء وعودت انا ويوم وصلت مكه ادق على ابوي بعلمه انا ما ادري شلون الحين اعلمه انا الحين ترى سافرت ولا علمت اهلي يوم وصلت مكه ادق على اهلي واعلمهم اهلي كانوا في النعريه وانا كنت طيب ما دروا اهلك ان ما انا ما علمت احد الحين انا على طول نقزت علمت واحد من خوالي خالي نايف اقرب واحد علمته ونقزت حجزت طيران ورحت يوم وصلت مكه دقيت عليهم علمته قلت ترى انا الحين في مكه والموضوع كيت 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 انا ما ابي اعلم امي قبل لان امي ما بيها تعلم ابوي ابي انا اعلم ابوي ودق على ابوي قلت له دقيت عليه اليوم الاول يا رجل ما رد انا هنا توهقت ادق عليه مره ثانيه بيشيل هم وما بيحوس ابوي ابوي تالي يعني يوم كبر شويه ولا ودي اني ادش ويجي اليوم الثاني تخيل اليوم الثاني العزاء ودق على ابوي ولا رد خذيت لي اربع ساعات خمس ساعات بس انا لازم ادق عليه ما بي اخر الموضوع ولا اعلمه ويجي العلم من غيري ودق على ابوي مره ثانيه ولا دقيت على اخوي ابوي يوم دقيت على اخوي ابوي يرد اخوي ابوي قلت له السلام عليكم السلام قلت له ابوي شو ما قال ابوك راقد قلت طيب اعوذ بالله الحين شلون اعلم انا الحين قلت له اخوي ابوي قلت اسمع ترى عمي اقرب اخوان ابوي له ترى عمي توفى ولكن انا بعلم ابوي بعد شوي ولن تلاقاه خليه يكلمني ولكن لا علمته ما خليت يعلم ابوك لا 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 قلت له علمته قلت له لا تعلم انا بكلمه بعلمه بطريقتي لكن تبي هو لا علمته تكفى خليك حوله ومن ذا السؤال قال طيب كفى خليك ابو شايف انا طال عمرك واجي معذره يا ابو وخذيت لي يمكن ساعتين ثلاث ساعات ودق علي نعم معذور يوم دق علي ابوي طال عمرك دق علي ابوي المهم دق علي ابوي ادرك معك دق علي ابوي يوم دق علي ابوي ورد عليه دريت كم اعطاك ابو رزاقه بارك ربك طيب اعطاك 200 دق علي ابوي طال عمرك قلت له اخبارك شلونك ربك طيب قال والله بخير 270 الزبد انا ما بيعلمه الحين بصادمه هذا يمكن احس ان يمكن هذا اذكى موقف انا تصرفت فيه بذكاء يعني احس اقوى موقف تصرفت فيه بذكاء حتى ما في موقف ذا ما في ذكاء ما في ذكاء ما ادري المكاد اسمع ربي يلهمني ودق عليه قلت له ابوي عطني يطبخ تحمست انا بسرعه ابوي يطبخ يطبخ حيل ما شاء الله تبارك الرحمن قلت له السلام عليكم شو امك ربك طيبه ولا لا قال تمام وسولف معه عن الطبخ يبقى طيب انا الطبخه الفلانيه حلو عمك ما يسولف معه الطبخ اسمع اسمع قلت له الطبخه الفلانيه كيت 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 قال لي يسوي كيت انا بيتحمس معي في السوالف يوم تصدم انت بتسوي له ابوي تحمس معي في السوالف يوم تحمس معي في السوالف قلت له انا بستشيرك بشغله انا دائما اسولف مع ابوي استشيره وكذا قلت له انا بستشيرك بشغله قال وش قلت له انا واحد من اخوياي قريب مني واعطيتها قبل كم سنه اعطيتها امانه يخشها عنده واحتجت هذا الحين وطلبتها منه قال له ولا وعيه يعطيني اياها وزعل مني يا سلام جيتها بالطريقه ذي قلت لي انا اعطيت رجال من اخوياي امانه قبل كم سنه والحين بغيتها منه وزعل مني ومني طلبتها منه قلت له يحق له يزعل ولا ما يزعل قال لا والله ما يحق له يزعل وما ادري شنو
قلت له يعني انا الحين من حقي اطلب الامانه اللي خشيت عنده ولا لا؟ قال لي بالله من حقكم، ولا حق يزعل ومن ذا الكلام. قلت يعني ما له حق يزعل؟ قال لا ما له حق لان هذه امانه. شو التصرف الجميل ذا؟ اسمع، قال لا ما له حق لان هذه امانه، انت حطيتها امانه والحين طلبتها حقك. قلت له جلبه ترى الله طلب خذ امانه عمي عبد الله والله يغفر له ويرحمه. الله الحين فهمت. ايه ما شاء الله تبارك الله. قلت له ترى الحين الله ايش قال؟ طلب امانه عمي عبد الله الله يغفر له. والله خذ اللي خذها امانته. خذ امانته. ايش قال؟ سكت. سكت ذي هذه تجرحك. المهم سكت انا عرفت ابوي. يوم سكت قلت له اسمع، قلت له الله يغفر له ويرحمه ترى تعبان ومريض واخف له ان شاء الله. والله يغفر له. تخفيف الذنوب له ان شاء الله. قلت الله يغفر له ويرحمه وسكرت. خذيت 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات كذا يدق علي ابوي تالي. دق علي وش العلم والعلم كيف صار؟ علمت السالفه كلها من وياه. قلت له يعني كان عنده ذا نزول في انخفاض في السكر حاد او شيء زي كذا وهذا كان سبب وفاته. لكن ايش سبب وفاته؟ انخفاض في السكر ضار حاد وكذا. انخفاض في السكر؟ اي يعني طاح مع السكر لبيه؟ طال عمرك خمس حق قومي باقي ربع ساعه ويأذن. اسمع اسمع كيف انخفض في السكر؟ انخفض في السكر. انخفض في السكر عادي. كيف؟ ايوه مع سكر انخفض السكر. طيب لو ينخفض؟ انخفض انخفاض حاد. في انخفاضات قويه عاديه. اسلم يا بشار. يعني توفى من انخفض. الله يستر. اي هو كانت فيه امراض واجد الله يغفر له ويرحمه. الشاهد انه مثل موقف ذا انا حتى ما ادري شلون ربي الهمني اني اقول هذا الكلام. اني افاجئ بضبط طريقه ما ادري. لكن الحمد لله انه وشو اني اعطيت الخبر بالطريقه يعني. لا لا طريقه جدا موفقه، احس انها اول شيء ضايعه. انا ما ادري في البدايه انا وشو انا بين نارين يا رجل، بين اني اعلمه والله ما تدري. انا يا طويل العمر عليه مجنون. انا يا طويل العمر لو يوم قلت لا ولا